يعني لا يهمه أن يعلم هذا المولد هو مثلا مندوب، مباح، محرم، أو مكروه، أو واجب. لكن لو أراد أن يشتري سيارة، أو أن يشتري بيتا، أو أن يبحث عن وظيفة، تجد هذا الإنسان له همة عالية في أن يعلم هذه السيارة، حقيقة هذه السيارة، حقيقة هذا البيت، هل هو مثلا يعني كم سعره، هل هو مناسب هذا العمل، هذا الأمر. فالأصل في الإنسان إذا حصل أمر متعلق بالدين أن الإنسان يجتهد لو على مستوى أن يستمع ويعلم العلماء ماذا يقولون في هذا الأمر، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل الإنسان هل هذا حق، هل هذا باطل. إذا اشتبه عليه الأمر يجتهد، الله يهديه إلى الصواب. كثير من الناس يقول لا نعلم أين الحق، لأنه أصلا هو لم يجتهد، مهملا لهذه المسائل. لكن من طلب الحق وجده.